كميه العدد ده كله لا حاجه ما شاء الله يعني حاجه فخر لمصر حاجه للسياحه كمان لمصر ودي والفرقه ديت يعني عزيزه على قلبي لانها بعد عوده من الاصابه وبعد عوده من كورونا وبقى لنا فتره كتيره جدا ما جبناش فالواحد كان وحشه التجمع ده كله طبعا النادي الجري كده في مرسى مصر قبل كده كان طبعا في جنب الاصابات اللي هي كانت بس بعد كده كنت تعرف كل الصعوبات دي والحمد لله قدرت ان انا اتغلب عليها وشلت عادي بعد كده في كابتن محمد ربيع الحسيني بلعب في نادي طلائع الجيش العاب قوه النهارده خدت المركز الاول والسنه اللي فاتت خدت اول برضه في 5 كيلو دي ثالث سنه شارك في الماراثون الاهرامات والسنه الاولى لعبت في 40 كيلو خدت ثاني كل سنه بلعب السنه هنا بحس ان انا بشارك في بطولات عالميه يعني اكني في بطوله عالم مش بطوله في مصر وما فيش احسن انك تيجي في وسط الاهرامات وسط حضارتك يعني حاجه فخر لمصر كلها.